الجو حر جدا، محتاجين حاجات باردة عشان ترطب علينا وتنعشنا شوية في الجو ده. فأي أحلى من الآيس كريم حاليا، ولو انه بيتاكل شتاء وصيف عادي. هعمله معاكم النهاردة بطريقة مظبوطة جدا، وطعمه غني وأحلى من اللي بنشتريه جاهز. كمان تابعوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا عملته ازاي. أول حاجة، أنا هنا عندي ربع كيلو من الفراولة، يعني حوالي كوبايتين فراولة مجمدة أو فريش. هضربها في الكبة شوية كده عشان عايزاها تكون بيوري، لأني هستخدمها في الطعم اللي هو بالفراولة. ضربتها كده شوية وخلاص بقت جاهزة عندي. نيجي بقى للآيس كريم. أنا هنا عندي كريمة لباني اللي هي الخاصة بالحلويات، كريمة الخفق. استخدمت منها لتر عشان هعمل 3 نكهات، ولكن ممكن تستخدمه نص لتر بس. اهم حاجة ان هو يكون سائع جدا. هنضربه بالمضرب كده لحد ما السمك بتاعها يبتدي يتقل. مش عايزين نزود ضرب جامد فيها عشان ما تقلبش معانا الزبدة في الاخر، فنخلي بالنا جدا واحنا بنضربها. اول لما نحس انه القوام كده ابتدى يتقل معانا بالشكل ده، هنوقف ضرب وهنضيف علبتين ساقعين من الحليب المحلى المكثف. كل علبة كان وزنها 400 جرام، وما تقلقوش مش هيكون مسكر زيادة عن اللزوم، سكره مظبوط جدا. يعني كل نص لتر من الكريمة عليه 400 جرام من الحليب المكثف. نضرب لحد ما القوام يتجانس مع بعضه كويس، وبعد كده هقسم الخليط ده لثلاث بولات متساوية عشان اعمل كل واحدة طعمه مختلف. اللي بطعم الفانيليا ضفت عليها معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وضربتها شوية لحد ما الفانيليا بس اتوزعت على الخليط. انا مش عايزة اضرب جامد زي ما قلنا عشان ما تقلبش معانا الزبدة، يعني هما ضربتين كده وخلاص. حطيتها بعد كده في علبة وخبطتها كده بالشكل ده عشان وشها يكون متساوي معايا. واللي بالفراولة نزلت عليها ببيوري الفراولة اللي احنا جهزناه في الاول، وضربتها برضو كده كذا ضربة لحد ما الفراولة اتوزعت كويس. وممكن لو حابين طعم الفراولة يكون اقوى شوية، ممكن تضيفوا معلقة صغيرة من اصنص الفراولة، بيتباع في اي سوبر ماركت او عند اي مستلزمات حلواني. وكمان ممكن تحطوا لون احمر لو حابينها تكون لونها احمر اكتر من كده. حطيتها برضو في علبة وغطيتها وهدخلها الفريزر. واخر حاجة الشوكولاتة. ضفت 30 جرام من الكاكاو الخام الغير محلى، يعني حوالي 3 معالق ونص كبار، وضربتها لحد بس ما الكاكاو اختفى معايا، وبعد كده حطيتها في العلبة. كنت مقطعة شوكولاتة بالبندق كانت موجودة عندي، حطيت منها كده وسط الطبقات، بتبقى حلوة جدا واحنا بناكل الايس كريم، بنحس كده ان في حتة شوكولاتة معاه، بتكون حلوة جدا، جربوها هتعجبكم. خلاص كده العلب بتاعتي هدخلها الفريزر وهسيبها لحد ما تجمد، يعني ممكن حوالي من 8 ل 12 ساعة على حسب ما تجمد معاكم. ممكن تعملوها من بالليل وتاكلوها تاني يوم. بعد ما جمدوا بقوا خلاص كده جاهزين عندي بالشكل الحلو ده. نحط بقى منهم في الكاسات بتاعتنا. وعايزة اقول لكم ان مهما كانت الطريقة ممكن تكون مكلفة شوية عشان استخدمنا فيها مثلا كريمة لباني او كده، وكمان لو مش هنعمل الحليب المكثف في البيت واشتريناه جاهز، مهما كانت تكلفتها ومهما كنا حاسينها ان هي مكلفة، هتبقى ارخص كتير جدا من اللي بنشتريها جاهزة. لان البولة الجاهزة لو هنجيبها بالجودة اللي احنا عاملين بيها الوصفة بنجيبها بحوالي 30 جنيه او اكتر كمان، انما احنا عملنا كمية كويسة بعدد بولات كبير مش قليل، وعارفين كمان هو معمول ازاي وضمنين نظافته. بعد ما حطيته في الكاسات كنت مجهزة صوص شوكولاتة حطيته على الوش. لو عايزيني اعرفكم طريقته قولولي في الكومنتات وهعمل لكم حلقة مخصوص ليه. وحطيت كريم شانتيه وكريز وصوابع بسكويت كده، شكله تحفة و
وطعمه حلو جدا وغني. طعم الحليب اللي في الكريمة بني جدا، باين جدا فيه. لو عايزيني كمان اعمل لكم ايس كريم اقتصادي اكتر قولولي برضو في الكومنتات، وكمان قولولي عايزيني اعمل لكم نكهات ايه تاني. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، واعملولي لايك للفيديو ده، وكمان شيروا، واشوفكم على خير في حلقة جديدة.